وينضم إلي الآن من برلين إيفالد كونيغ، محلل الشؤون الخارجية في مركز جنيف للدراسات. إيفالد، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا مجددا على البرنامج. ما المرجو من هذه المكالمة اليوم ليس بين رجلان كثير من الثقة؟ الهدف هو خوض نقاش طويل خلال فترة 6 ساعات من الآن عبر مؤتمر هاتفي عبر الفيديو، والهدف هو محاولة تخفيف التصعيد وتعريف الخطوط الحمراء. طبعا هناك سبب للقلق، وخاصة عندما نرى تزايدا في أعداد القوات الروسية على حدود أوكرانيا، لكن روسيا تتمتع بالحق بوجود حضور عسكري على أراضيها في أي مكان تريد، لكن من جهة أخرى يحق للناتو أن يكون جاهزا ومستعدا لمواجهة أي عدوان. هناك مخاوف من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا، وهذا واحد من المواضيع التي سيناقشها الرئيسان بوتين وبايدن في اجتماعهما، لكن يمكن أن نكون واثقين، وعلى الأقل الخبراء يقولون إن روسيا لا تفكر في غزو أوكرانيا بالطرق العسكرية التقليدية المعروفة. بوتين يطلب من الرئيس بايدن التوقف عن تقديم المعدات العسكرية واستبعاد فكرة أن تكون أوكرانيا عضوا في الناتو في يوم من الأيام. ومن جهة أخرى الرئيس بايدن يريد أن يوضح أن أوكرانيا هي بلد يتمتع بالسيادة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أوكرانيا هي بلد حر، وهو من يقرر إذا كان يريد أن يكون عضوا في الناتو في يوم من الأيام. وهذا أحد الأسباب التي تزعج بوتين، لأنه يرى في أوكرانيا بلدا عازلا أو فاصلا، والرئيس بايدن يريد أن يظهر ما هي التبعات التي ستترتب، وخاصة التبعات الاقتصادية أو العقوبات الاقتصادية التي قد تترك تبعات، وهناك إجراءات أخرى يمكن أن تكون صعبة على روسيا فيما لو اتخذت. طبعا نحن نسمع التصعيد من الجانب الأمريكي وأيضا الكلام من الجانب الروسي، لكن هل هناك أي علامات على أنه فعلا قد تقوم الولايات المتحدة وتحقق هذه التهديدات؟ لن تكون هناك إجراءات عسكرية، لكن من الوارد أن نرى تطبيقا لعقوبات اقتصادية جنبا إلى جنب مع الأوروبيين، طبعا مثل استبعاد روسيا من نظام المدفوعات الدولي السويفت أو أي إجراءات أخرى، مثل إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا بأعداد أكبر، وتحديدا المعدات العسكرية التي كان يجب أن تذهب إلى أفغانستان في الأصل، فضلا عن عقوبات اقتصادية أخرى مثل إيقاف أنبوب الغاز نورد ستريم 2 الذي بني الآن وهو ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا ولم تبدأ عملياته بعد، وبالتالي قد يكون هناك تهديد بالتوقف عن شراء الغاز الروسي. لكن هل تتحمل فعلا أوروبا؟ هل تستطيع أوروبا فعلا أن تقوم بهذه الخطوة؟ هل تتحمل أوروبا أن توقف استيراد الغاز الروسي أو احتمال استيراد الغاز الروسي في وسط أزمة الطاقة التي تعيشها في وسط هذا الشتاء؟
هذا الخيار غير مستبعد برأيي، ومشروع نورد ستريم 2 الذي كان ينظر إليه على أنه أداة سياسية محتملة في يد الروس يمكن أن يتحول الآن إلى أداة سياسية يمكن لأوروبا أن تستعملها ضد روسيا. لكن أنا شخصيا أشك في أن يحصل تصعيد كبير يؤدي إلى إيقاف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا. أعتقد أن الأوروبيين سيؤدون دور الوسيط بين أمريكا وروسيا، لأن الأوروبيين هم جيران روسيا وما زالوا يأملون بالحفاظ على أقنية حوار ومفاوضات مفتوحة، وهذا هو الحل الوحيد. وأنا شخصياً لا أخشى من حصول تصعيد عسكري، ربما نحن أمام اختبار للطرفين وإلى أي مدى يمكن أن يمضيا، وما هو الثمن المرتفع الذي يمكن أن يدفع؟ ما هو الثمن؟ إذا نظرنا إلى السيناريو الأسوأ، قد نكون أمام حرب، وأي حرب عسكرية مشابهة قد تكون مشابهة لما حصل في الحرب الباردة، لكن لا أعتقد أن هذا هو السيناريو المطروح. أعتقد أننا سنكون أمام تصعيد كلامي وتصعيد نفسي، وربما هناك سبل أخرى للعمل مثل الحرب السيبرانية الافتراضية عبر الإنترنت مثلا، لكن لن نرى حربا عسكرية. شكرا جزيلا لك إيفالد كونيك، شكرا لحضورك معي اليوم.